موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. شنت ميليشيات أثيوبية مساء الاثنين هجوما على قرى حدودية شرق السودان، مما تسبب في مقتل طفل وخمس نساء سودانيات كنا يعملن في الزراعة بالمنطقة. وأوضحت مصادر صحفية أن الهجوم وقع شرقي منطقة اللية داخل الأراضي السودانية، مشيرين إلى وجود حشود عسكرية إثيوبية في المناطق المتاخمة للحدود بولاية القضارف. أعلنت شركات الملاحة البحرية ببورت سودان استئناف الرحلات بين ميناء عثمان دقنة بسواكن وميناء جدة بالمملكة السعودية، وذلك بعد تعليق رحلات لمدة عام بسبب جائحة كورونا. هذا وقد أبلغت الشركات الملاحية الغرفة العليا لإدارة أزمة كورونا بجداول الرحلات، مؤكدة على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. أعلنت اللجنة التسييرية لعمال هيئة المياه في الخرطوم اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة في المرحلة الثانية لإضرابهم الذي استمر لأسبوع. أقالت اللجنة في تعميم صحفي إنه بانتهاء المدة المحددة اليوم الثلاثاء ستبدأ مرحلة إيقاف تشغيل الآبار والمحطات اعتبارا من الأربعاء. واعتذرت اللجنة لسكان ولاية الخرطوم حال عدم استقرار الإمداد المائي أو انقطاعه، ونبهت الجميع لاتخاذ الحيطة والحذر. قال وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن إن توصيات المؤتمر الاقتصادي لم تنفذ، مطالبا بتحريكها وتنفيذها. وكشف عبد الرحمن عن مقابلتهم رئيس الحكومة وإلحاق اجتماع مجلس الوزراء بمذكرة عام 2020 تحوي كل القضايا الاقتصادية باسم كل قيادات قطاع التعدين وقيادات من الثورة، منها استقرار سعر الصرف. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.